بنات وشبان كتير بيسألوني إزاي في اتنين يكون ما بينهم توافق اجتماعي ومادي وثقافي وبيحبوا بعض، وبمجرد ان هما يتجوزوا يفركشوا؟ وإيه الحكاية؟ إيه الرواية؟ انتم سبتوا بعض ليه؟ أصلنا ما اتفقناش، طباعنا مختلفة تماما عن بعض. طيب هي الطباعة دي اللي مختلفة ما كانتش باينة من الأول؟ إيه الحكاية وإيه اللي حصل؟ عن إيه الأسباب اللي بتأدي لفركشة العلاقة الزوجية؟ هيكون موضوع حلقتنا النهاردة من خلطة مشاعر. في الحقيقة كتير لما بيجوا يختاروا بيبصوا بس للشكليات، اللي هو الشخص اللي قدامي يتفق معايا ماديا اجتماعيا ثقافيا، لكن هل هو هذا الشخص بيتفق معايا في الجوهر؟ يعني في حداتي، في طباعي، في اهتماماتي؟ للأسف ناس كتير ما بتبصش للعملية دي، وأعتقد ده بيبقى من الأسباب الرئيسية يعني فشل العلاقة فيما بعد. طب إيه هي الأشياء اللي أنا لازم أراعيها في الجوهر علشان علاقتي ما تفشلش وأضمن إن اختياري ده اختيار صحيح؟ أولا لازم أشوف طباع اللي قدامي. ما ينفعش مثلا شخص يكون عصبي قوي 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 ويقول طب انا هتجوز واحده هاديه قوي قوي على اساس ان هي نتحمل بعض، هتكون النتيجه انه بمجرد ما يتجوزوا طول الوقت على اي موضوع انت بارده، انت ما بتحسيش، انت مش حاسه باللي حواليكي، انت مش حاسه بيا، وانت وانت وانت، وهتكون النتيجه ان هما يفركشوا مع بعض. كمان مهم جدا ان انا اختار الشخص اللي بنتفق مع بعض في المعتقدات، سواء كانت هذه المعتقدات معتقدات سياسية او معتقدات ثقافية او معتقدات دينية. لما بتكلم على معتقدات دينية مش قصدي ان واحد مثلا من دين والتانية من ديانة اخرى، لا، احنا ممكن نكون احنا الاثنين زي بعض من نفس الديانة، انما شخص مثلا ملتزم قوي 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 وهو مقتنع بها بالالتزام، وواحد تاني على النقيض غير ملتزم وما عندوش نية من الاساس ان هو يلتزم، او واحد متشدد حبتين والتاني الطرف التاني لا هو بقى ايه يعني عايش بقى دور السبور ولا لا وما فيش اي نوع من التشدد، طبيعي ان هيبقوا الشخصيتين دول مش هيتفقوا مع بعض، وهتكون النتيجة برضو ان العلاقة هتفشل. مهم قوي ان احنا نبقى اللايف ستايل بتاعنا واحد، او بمعنى اصح نمط حياتنا واحد. يعني ما ينفعش ان انا اكون شخصية مثلا بحب ان انا اخرج، بحب ان انا انزل، بصحى الصبح بدري، او العكس يعني بسهر بالليل، واتجوز حد عكسي تماما، بيتوتي عايز يقعد طول الوقت في البيت، بينام بدري قوي وبيصحى بدري قوي. طبيعي ان هتبقى حياتنا مع بعض حياة سودة، ان دايما واحد فينا بيجي على نفسه عشان خاطر التاني، ومع الوقت او مع طول فترة العلاقة لا هنصطدم مع بعض ومش هنرتاح مع بعض. في حاجة ناس كتير ما بتبصلهاش بس انا شايفة ان هي حاجة مهمة جدا جدا، ان احنا عاداتنا حتى في عادات النظافة اليومية واحدة، يعني واحدة انفة قوي قوي بتقرف من خيالها، ومتجوزة واحد لا ما بيقرفش خالص ونفسه حلوة ومش عارف ايه، دايما هتبقى في ما بيننا يعني نوع من عدم الارتياح، ومش هنقدر ان احنا نندمج مع بعض، وهتبقى علاقتنا يعني بايظة. الأشياء دي قد تكون أشياء البعض يقول لك لا، ويعني ما فيش اتنين يبقوا متكاملين مع بعض، ما فيش اتنين زي بعض، ما فيش اتنين زي بعض، لكن مهم تكون هذه الأشياء إن أنا بعتبرها أساسية ولا تقل أهمية عن التكافؤ المادي والاجتماعي والثقافي، تكون موجودة ما بيننا علشان العلاقة تنجح. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة من خلطة مشاعر، يا رب أكون أفدتكم، أشوفكم الأسبوع الجاي في موضوع جديد وحلقة جديدة وخلطة مشاعر.